ايه صاروا؟ سنة صاروا؟ قد ايه؟ 25 ان شاء الله. 25. حلو، ايه الشباب ما عندهم مشكلة انهم يقولوا قد ايه اعمارهم بعكس الفنانات. يعني ايه اخر طبعا اخر طبعا. فنانة سألتها قد ايه عمري كانت نيلي مقدسي، فقالت لي ما اسألك على هيدا السؤال، وريما ايه جام قالت لي ما راح اقول لك. هو اخر اخر اتصالين على اعياد ميلادهم، فدائما ايه السيدات مستحيل يقولوا عن اعمارهم. عقولك صغر عقل هيدا؟ ما بعرف، انا بشوف انه المرأة اللي بتقول عمرها ما بعرف، مع احترامي لهول الاسكارتون، بس انا بشوف الرجل بيحترمها اكثر، بقى بتمنى انه الكل يقول عمره احسن يعني. طيب ملحم عقبال المية، اليوم حبيبي عيدك 25 سنة، شو بتتمنى بهيدا النهار؟ أول شيء رح تحتفل بعيد ميلادك، محضرين لك مفاجأة، أو بتحس حالك إنه كبير على هاي الأشياء بطلت بقى تعني لك لا احتفال والله وهيك؟ لا، بتعني لي كثير اكيد، انا عند الاهل اكيد عم عيد معهم، نعم. تبع العائله كبرت يعني الحمد لله، الساندي كلوب، انتو ست نضال، كل المحبين اللي حولي، فعلا العائله صارت كبيره، اكيد تكون سعيد تكون مبسوط. انا هلا بالبقاع بشمسطار بالتحديد، عم حلو. عيد مع الاهل ومع الاصحاب، ما تتخيل قد ايه بكون مبسوط لما اكون بالبقاع، يعني بكون عم قريب من الاهل، قريب من الناس المحبين، يوم بيكون كثير كثير سعيد بحياتي، بنبسط في نهار عيد ميلادي بصراحة. طب ملحم، في كتير كان عندك سنين لورا، وقت بدي اسالك شو كان حلمك، كان يمكن حلمك انه تقدر تثبت حالك على الساحه الفنيه، انه تقدر تحسن من وضعك، يمكن على من كافه وضعك الفني ووضعك المادي وغيره. اليوم من بعد ما حققت احلام كثيره، اذا بدي اقول لك شو طموحك او شو بعد في شيء حابب انك تحققه، شو بتقول لي؟ هلا الميوزك اوورد، هلا رح نحكي عن الميوزك اوورد. لا عم بمزح، لحالك شغله، هيدي موضوع الاحلام هذا من رب العالمين، هيدي فرص بتصير بالحياه، الحمد لله اخذنا حقنا وزياده من الحياه. الطموح بعده كبير، بعدنا باول مشوار، بعدنا يعني الحمد لله الاسم موجود، المحبين موجودين، الدعم المعنوي والجماهيري موجود بعده. اكيد حققت اشياء، في كثير مثلا محطات شادي مرت بحياتي، مثل مهرجان بعلبك مثلا، نعم. مثل الغناء بلندن باهم صاله لندن، مثل الاوبرا المصريه السنه كمان بالقاعه الرئيسيه، يعني في كثير اشياء الحمد لله. نعم. الحمد لله عم حس حالي انه فعلا انا هالناس حبتني، عم حس حالي على قد المسؤوليه اللي حملوني اياها. نعم. الاحلام بعدها ماشي اكيد، يعني اكيد بتمنى انه استمر فنيا لعمر معين، بحلم انه اخذ يمكن غني بصالات عالميه، اخذ جوائز عالميه، اكيد هذا كله بحلم فيه، نعم. عرفت علي؟ بس انه ان شاء الله يعني ستيب باي ستيب، بعدنا باول الطريق، بعدنا ما يعني صار لي 3 سنين ونص انا بغني يمكن. نعم. طيب بهاي المناسبة، يعني كمان اليوم الليلة، بتنطر هدية معينة؟ يعني بعدهم بيجيبوا لك هدايا القرايب الأصدقاء، أو خلص انتهينا من لا المراحل؟ والله هلا هلا انا انتبه، انا ما بعمل عيد ميلاد، عيد ميلاد يعني انه طفوا الضوء وغنون وغنون، لا انه نلمي مع العائله، مع اولاد العم، مع الاصحاب، مع الرسالي، مع الرفقه، هي احلى هي يعني، ما مش ضروري الكادو يكون والله جيب لف علبه وجيبه يعني، لا نعم. كون قاعد مع الاهل، قاعد مع الاصحاب، هيدي فعلا تسوى الدنيا. من الهدايا يلي راح يكونوا كمان حلوين لإلك، هي مشاركة لإلك ب 3 نوفمبر 3 الشهر القادم، يعني بعد حوالي الأسبوعين، بدار الأوبرا المصرية. إجمالا قلي من الفنانين اللبنانيين يلي بيوقفوا على هذا المسرح، وتحديدا الصالة الكبرى يلي ماجد الرومي وعاصي الحلاني بيغنوا فيها، ليه اختيار ملحم زين؟ شو المناسبة؟ وخبرنا أكثر عن تفاصيل هذا الحدث. بصراحة تم اختياري من الدكتورة رتيبة الحفني والأستاذ خالد فؤاد، بجرهم تحية كمان كبيرة. نعم. كمان عم أقول لك هيدي كله من ضمن المسؤولية اللي ترتبت علي أنا من خلال طلعتي ومن خلال محبة الناس إلي. نحن عم نغني ب 3 نوفمبر بالقاعة الرئيسية إن شاء الله. شغلة بالنسبة لي أنا كثير مهمة، لأنه فعلا يمكن قليل اللي غنوا بهالمسرح هذا، اللي هن يمكن كاظم ومحافظ الألقاب، كاظم صحيح، ومجد الرومي وعاصي الحلاني، نعم، وانا حكون الرابع. شغله بالنسبه لي انا اكيد شغله كثير كبيره، وكثير مبسوط لانه هي ترجمه للي انا عملته يمكن بالثلاث سنين ونص اللي مرقوا، ترجمه صحيحه، لانه انا الحمد لله قدرنا ننجح بالاغاني، قدرنا نحافظ على الناس اللي حبتنا، وهذا اهم شيء. 3 نوفمبر اكيد نهار حدث بحياتي كثير مهم، وان شاء الله الجرس اكيد حتكون بكل التفاصيل يعني ان شاء الله. حنغني مجموعه من اغاني، حنغني للاستاذ عبد الوهاب، للاستاذ ضياء الصافي اكيد يعني،
شرف كبير لي انه يكون موجود بدار الاوبرا بالقاعه الرئيسيه. اكيد. حلو. طب بننتقل الى شق اخر، وهو حبيت بلقائك عم بقرا لك عم بحول معين شريف، يعني انت ومعين شريف، فعم نعم. بتقول بانه انا ما عندي ولا اي شيء هلا ضد معين شريف، وبالعكس بعيده، وانا ايدي هيك ممدوده للسلام ولحتى يكون في مرحله حلوه. فخبرنا كيف علاقتك اليوم بمعين شريف، وليه دائما في توتر بيضل؟ لحل شغل من الاساس، ما في مشكله، في جفا يعني. يعني في ناس اتصيدت بمي الأكرة كذا مرة، في يمكن وصلوا حديث عن لساني، وصلوا حديث عن لساني، بس لحالة بكل الحالات يعني في كثير أصحاب شهادة بالوسط الفني. نعم. بس عادة يعني حتى لو كنت متصالح أنا ومعين، يعني يمكن لا هو عنده وقت إنه يشوف بعض كثير، ولا أنا عندي وقت، يعني أنا أنت بتعرف. نعم. إنه دائما يا بسفر يا استوديو يا في كثير أشياء نعملها، يعني كان هو ممكن أنا. نعم. لذلك يمكن إنه حتى لو كنا متصالحين ما حنشوف بعض كثير، بس صدقني بحبه وبحب صوته. معين شريف فنان، صوت كثير حلو، من احلى الاصوات الموجوده يمكن. نعم. عرفت علي؟ وفنان حقيقي، بس انه بتعرف يعني مرات بصير في كذا اشكال بخلوك شويه يعني تحس انه يا ريت ما صار هيك مثلا. عرفت؟ طيب يعني انت ما عندك مشكله معه لمعين شريف، بالعكس بتحبه. ابدا ابدا بالعكس ابدا يعني. طيب وجه له رساله هلا، وجه له رسالة، قل له معين شريف هلا بعث له سمس لحالي. لا، ومن خلال التلفزيون جرس، سأل هل محبين اللي بيصطادوا بالمياه العكرة خليهم ينقلوا. لحلك شغلة، أنا لحلك شغلة، أنا بحبه وبحب إخواته، وفي علاقة نحن وياهم. نعم. نحن أولاد منطقة واحدة، مش منطقة واحدة بس، نحن لبنانية كلنا يعني. نعم. بقول له ينعاد عليك، وإن شاء الله دائما بتضل فقروس إخواتك، وبتضل خي كبير إلنا، لأنه أنا بحبه فعلا. وقلت. نعم. لك يعني أنا قبل ما أكون مطرب أو قبل ما فوت هذا مضمار الفن. نعم. أنا من الأصوات اللي كثير بحبها هو معين شريف وصابر الرباعي، فضل شاكر، في كثير أسماء أنا فعلا كنت أسمعها لأنه في فن يعني. نعم. بقى هي رسالتي له، وإن شاء الله بقول له أكيد المي حترجع لمجاريها بالنهاية، ما بصح إلا الصحيح يعني. طبعا. طيب بنتقل إلى شق آخر، والميوزك أورد كل يوم بيكون في برنامج مخصص لحد توزيع هذه الجائزة. عم توصلك أكيد أصداء، قد إيه عم بيكون في دعم، قد إيه معجبين عم بيكونوا بالشات عم بيرشحوا اسمك، فشو بتقول لهم نتيجة إيمانهم فيك بأنه أنت حبينك أنت تنال الجائزة؟ لحالك شغلي، هو الموضوع يعني يمكن ناله ويمكن ما ناله، بس هو الموضوع بالنسبة لي أنا. نعم. عمل لك هذا كله يعني أنا كفنان عمري 3 سنين ونص بالشان. نعم. بكون كثير سعيد لما أشوف إنه عم نافس ناس عمرها يعني ما بديش أسمي حدا، بس إنه ناس عمرها 20 و22 و25. نعم. سنة. شغلة هي بالنسبة لي أنا أكيد بتكبر لي قلبي وبكون مبسوط كثير. نعم. كل اللي عم يصوتوا بقول لهم شكرا كثير، شو بدي أقول لهم يعني فعلا يعني. لحلك شغله، في كثير ناس بتحب الحمدان، في كثير ناس بتحب وائل كفوري، في كثير ناس بتحب فضل الشاكر، بس. نعم. يمكن ما عندهم وقت ولا ما لهم جلاد يصوتوا، بس هل اللي عم يصوت بيكون فعلا بحبك من جوات قلبه يعني. يعني بيكون فعلا متحمس لك، انه متحمس لفنك، متحمس لاغانيك. نعم. متحمس. بقول لهم انا كل اللي عم يصوتوا بحبهم كثير، بقول لهم اذا خدنا الجائزه ولا ما اخذناها ما يزعلوا، لانه هذا الموضوع بتمنى اي حدا ياخذها يكون بيستاهلها. نعم. ما تسالني مين يعني، انا بشوف انه لهلا بما انه انا بالمنافسه بشوف انه الاحسن انه انا يتصوت لي، بس اطلع لكل حد حبيب. اوكي يا ملحن، بعد سؤال اخير حول جديدك، اغنيه سينجل البوم، شو عم بتحضر يعني؟ لا، شو اول عم نحضر البوم ان شاء الله، بده شويه وقت ليخلص. نعم. خسرنا الاغاني تقريبا كلها وفتنا استديو. حلو. بده شويه وقت ليخلص. سينجل ممنونك انا نزلت اخر شيء. صحيح. وهذا جديدنا، عندي الاوبرا، عندي راس سيني امريكا ان شاء الله، عندي كمان بعد بشهر يعني بداية شهر 3 عندي تور بامريكا. نعم. كمان شو كمان عندنا؟ الاردن، في كثير يعني، عندنا سوريا. نعم. هلا عم قريب كمان. يلا على كل حال بدنا نتمنى لك الخير حبيبي، ومثل ما شايف بالشات عم بيقولوا لك كل عام وانت بخير. بدي اتشكرك كثير، واتشكر كل الفانز، بدي اتشكر ست نضال اللي هي فعلا زعلية عندي كثير، هي بتعرف بشغلوات عندي. بتشكركم كثير وموفقين ان شاء الله. شكرا لك ملحن زين، وطالما عم تحضرنا بدي اقول لك بانه هلا راح نشوف وصلني من الفان كلوب الخاص فيك مثل كل عاده، كل ما يكون في عيد ميلاد
في روبورتاج بيحبوا الفان كلوب بيعملوا للنجم يلي بيحبوه، هيدي عربون اكيد محبتهم. وانا بحبهم كثير وان شاء الله دائما مع بعض باذن الله. فخلينا اذا نشوف شو حضروا لك الفان كلوب، وهي الاغنيه يلي على اساسها تمت منتجه صور لك، هي الاغنيه يلي نزلت بالبومك الاخير وهي من الحان رامي عياش. خلينا اذا نشوف الكليب وبعدها بنرجع لنتابع. كيف بطول بالي بغيابك يا غالي، شوف شو صار بحالي وانت بعيد يا غالي. كيف بطول بالي بالي بغيابك يا غالي، كيف بطول بالي بغيابك يا غالي، شوف شو صار بحالي وانت بعيد يا غالي. كيف بطول بغيابك يا غالي، وغيابك عد الحيل، وغيابك من أيام الليل، ببعدك شو دقت الويل وسرت الليالي. وغيابك عد الحيل، وغيابك من أيام الليل، ببعدك شو دقت الويل وسرت الليالي. كيف بطول بالي بالي بغيابك يا غالي. يا غالي